طاب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. في تقرير اليمن مونيتور، هل يدفع سكان الحديدة ثمن موقع مدينتهم الاستراتيجي؟ صحيفة فرنسية تتحدث عن الرحلة السرية لستة برلمانيين فرنسيين إلى مارب. ومن الأخبار الرياضية، تهديدات بالقتل لحارس مرمى ليفربول بعد أيام من الهزيمة. أهلا بكم. قال سكان في مدينة الحديدة اليمن مونيتور إن المسلحين الحوثيين عززوا قواتهم إلى وسط المدينة الساحلية ونصبوا منصات صواريخ ودبابات في أحيائها، ما أثار رعب السكان ويعانون موقع يمن مونيتور. لعنة الجغرافيا، هل يدفع سكان الحديدة اليمنية ثمن موقعها الاستراتيجي؟ وقال مصعب، وهو مواطن يعيش في المدينة، إنه أغلق متجره في حي الميناء مع احتشاد الحوثيين الذي لم يسبق أن رآه منذ عام 2015، وأن آلاف العائلات ستعود إلى مسقط رأسها. ويضيف الموقع، ظلت المدينة الساحلية بعيدة عن الحرب الأهلية عدا غارات التحالف التي تستهدف الحوثيين. إيران تعرض اليمن للتفاوض. تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن راشد مقاله في الشرق الأوسط، مضيفا في جزء من المقال: من الواضح أن الإيرانيين بواقعيتهم المعروفة يحترمون القوة أكثر مما يحترمون الاتفاقيات والأعراف الدولية. ما كانوا سيقبلون التفاهم على اليمن لولا خسائر حليفهم المتسارعة هناك، ولا أن يعيدوا التموضع بعيدا عن شمال الأردن وشرق إسرائيل لولا خسائرهم الموجعة. وهذا يعني أن علينا أن نتوقع من طهران أن تطرح في الفترة المقبلة جملة تنازلات لإقناع الولايات المتحدة بوقف أو تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها وإعادة تفعيل الاتفاق النووي. هناك ثلاثة مطالب رئيسية ضمن الشروط الأمريكية الاثنى عشر، هي وقف إنتاج الصواريخ البالستية مثل التي استهدفت المدن السعودية من اليمن، والخروج من مناطق القتال التي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة أي سوريا واليمن ولبنان، والثالث التوقف عن التدخل في شؤون العراق. هذه الثلاثة تحديداً تمثل تحدياً كبيراً لعمود سياسة إيران الخارجية، ونلاحظ أن تكتيكها يقوم أولاً على بيع ما تخسره، فهزائم الحوثي ستضطرها للتنازل عنه. إيران لابد أن تجرب طرح أفكارها لمنع الكارثة جراء العقوبات من خلال حملة الرسائل مثل سلطنة عمان أو سويسرا أو وسطاء كفرنسا، ونتوقع أن تطرح أفكاراً تحدد طبيعة وجودها العسكري وأماكنه في سوريا. والاحتمال الآخر أن ترضى إيران بالانسحاب الكامل من سوريا، لكن بعد فترة متوسطة 3 سنوات بحجة تأهيل قدرات النظام العسكرية والأمنية. أما اليمن فلا نستبعد أن تعيد طهران مطلبيها لقاء وقف القتال، منح حصة للحوثي في الحكومة والبرلمان أكبر من حجمه واحتفاظه بسلاحه الثقيل، وهذان أمران مرفوضان حتما من اليمنيين ودول التحالف. ومن محافظة الحديدة التي تقترب المعارك من مركز المدينة يعنون موقع المشاهد نت: اجلوا أكثر من 100 إثيوبي طوعا من اليمن عبر ميناء الحديدة. وقال الموقع إن منظمة الهجرة الدولية أعلنت إجلاء 100 مهاجر إثيوبي طوعا من اليمن عبر ميناء الحديدة إلى جيبوتي. ويقول الموقع إن هذا النقل يأتي تمهيدا لنقلهم إلى بلادهم بشكل طوعي، مشيرة في بيان لها إلى أن مكتبها في جيبوتي سيعمل على مساعدة هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم واستكمال إجراءاتهم من أجل رحلة العودة إلى وطنهم. باستثناء اليمن، تحت هذا العنوان كتب الصحفي المصري سليمان جودة مقاله في الشرق الأوسط مضيفا: لقد يأست إيران فيما يظهر من تحقيق أي نصر يذكر على اليمنيين، ويأست من إحراز أي نصر على قوات التحالف التي تقاتل ضد جماعة حوثية لا تريد أن تفهم أن أهل اليمن إذا قبلوها جزءا من مكونات البلد فلن يقبلوا بها سلطة على رأس البلد،
وإذا قبلوا بها شريكا في الحكم فلن يجوزوا لها أن تفرض هيمنة غير مستحقة على البلاد. وإذا قبلوا بها جماعة وطنية شأن كل جماعة وطنية أخرى، فإن ذلك مشروط بأن يكون ولاؤها في كل حالاتها هو لصنعاء لا لطهران. ليس أمام إيران سوى أن تفهم أن المرونة التي أبدتها فجأة في ملف اليمن لابد أن تكون مرونة حقيقية لا استعراضية، وأن تكون غير مشروطة، وألا ترتبط بشرط ولا بطلبات، وأن تتصرف بها نفسها في باقي العواصم الثلاث لا في العاصمة اليمنية وحدها، لأن السلوك الإقليمي المرفوض لها في المنطقة لا يمكن أن يتراجع بالتقسيط، إنه كل لا يتجزأ ولا يقبل القسمة على اثنين. الجرحى الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم وهم يدافعون عن محافظتهم في وجه الميليشيات لم يسلموا من الاستهداف، حيث يقول الموقع بوست إن عددا من جرحى الحرب في الضالع لقوا مصرعهم وجرح آخرون في انفجار استهدفهم مساء أمس أثناء حضورهم لاستلام مرتباتهم من قبل لجنة الجرحى في مبنى المحافظة المؤقت بمدينة الضالع. وقال شهود عيان للموقع بوست إن الانفجار هز مدخل بوابة المبنى الذي يتجمع فيه الجرحى، وأشاروا إلى أن عددا من الجرحى شوهدوا بين قتيل وجريح على إثر الانفجار، فيما عم الهلع أوساط الجرحى الآخرين الذين بادروا للخروج وأخلاء المكان. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. لنمعن النظر قليلا. الورقة العربية الدولة الميليشياوية طبعا. لا مستقبل يضيء في أعينهم. فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة. فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب. وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد. بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفت بحسب العربي الجديد جولة أخيرة من مشاوراته مع الأطراف اليمنية قبيل تقديم إطار لخريطة سلام أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مقربة من غريفت قولها إن الأخير وصل مساء الأربعاء إلى السعودية للقاء الرئيس هادي في مدينة جدة. وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن ينتقل المبعوث الأممي إلى العاصمة صنعاء للقاء ممثلين عن جماعة الحوثي وحزب المؤتمر. في غضون ذلك ناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع هادي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وذلك قبيل ساعات من لقاء مرتقب للرئيس اليمني بالمبعوث الأممي في مدينة جدة السعودية. الورطة العربية الدولية الورطة العربية الدولة الميليشياوية. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق ناظم الغبراء مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا في أجزاء منه. تورطنا في عالمنا العربي مع أنظمة سياسية تكشف لنا كل يوم مدى فساد إدارتها وضعف بصيرتها، ففي عدد كبير من البلدان العربية تنتشر في صفوف النظام روح ميليشياوية، وذلك على حساب عقلية الدولة ونظام المؤسسات. بل تبدو الدولة العربية وكأنها استعارت من عالم العصابات والميليشيات غير الحكومية الكثير من الأساليب والوسائل. يمكن القول أيضاً بأنه كان من الطبيعي أن تؤدي طبيعة الدولة اليمنية القبلية وحروبها مع المختلفين معها واستبدادها خاصة مع نظام علي صالح لنشوء ميليشيا الحوثيين.
فبغياب التغيير الديمقراطي الوطني الذي يساوي بين المواطنين على أرضية الحقوق، نشأت جماعات مسلحة معارضة تتصرف وكأنها دولة. في هذا نشأت ظاهرة الحوثيين. في المشهد العربي الذي يتطور منذ عقد، نجد بأن النظام العربي يعيش حالة عداء مزمنة مع المواطن، بل ربما يعتبر النظام المواطن عدوه الأول. فالمواطن محب للحرية ويريد تعليماً مفيداً ويبحث عن حياة متوازنة ويريد نظاماً عادلاً وقادة يمثلونه. لكن عجز الدول وضعف مسؤوليتها الاجتماعية والسياسية تجاه مواطنيها وضعها في حرب مع المواطن. هذا أساس تطور الأسلوب الميليشياوي في النظام العربي، فهي تشك في ولاء المواطن وتسعى لتحويله لتابع لا حول له ولا قوة. في هذه الحرب تقع عملية تهميش المواطن وتجهيله، بل وجعله بلا مياه نظيفة وبلا بيئة صحية وبلا تعليم نوعي وبلا حقوق. بعد نصف قرن على التنمية والتطوير والتعليم، تجد الشعوب العربية مع استثناءات محدودة أنها وصلت لحافة الهاوية، فهي بلا حقوق وبلا دساتير وبلا حماية من قوة الأجهزة وسلطة ميليشيا الدولة. موقع شبكة البي بي سي يتساءل، هل يقضي القانون 10 على أمل اللاجئين السوريين بالعودة لوطنهم؟ حيث أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا جديدا بموجبه يسمح للحكومة إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا مخصصة لإعادة الإعمار. ليحدد القانون جدولا زمنيا لتحديد المناطق التي ستخضع لهذا القانون، بل يعين على السلطات أو يتعين على السلطات المحلية لمنطقة ما أن تقدم قائمة بأسماء أصحاب العقارات في غضون 45 يوم، وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة فسيكون لديهم 30 يوم فقط لتقديم إثبات الملكية، وإذا تعذر ذلك فسيحرمون من حقوق ملكية عقاراتهم وتصبح ملكيتها تابعة إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. في مناطق النزاع تعرضت أغلب سجلات الأراضي والعقارات للتلف، ويعد النازحون الذين هربوا من مناطق المعارضة السورية أكثر عرضة للمصادرة عقاراتهم بموجب هذا القانون. وفقا للمفوضية شؤون اللاجئين لدى الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد النازحين داخل سوريا واللاجئين للخارج 11 مليونا. بالتأكيد لن يتمكن هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين من العودة إلى سوريا في غضون 30 يوم فقط لتقديم أوراقهم الثبوتية، ويفتقر 30% من اللاجئين السوريين للوثائق الضرورية اللازمة لتقديم طلب إثبات ملكية. رياضيا، نطالع تقريرا عن حارس ليفربول، فبعد خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، قالت صحيفة البيان إن لوريس كاريوس حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي الذي ارتكب خطأين فادحين تلقى عرضا من أحد الأندية الصاعدة حديثا لدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا، ودعا رئيس النادي الإيطالي كاريوس إلى إعادة اكتشاف مواهبه وثقته في نفسه. ولكنه أكد في الوقت نفسه أن على الحارس الألماني التصارع على مكان في التشكيلة الأساسية للفريق، وكان كاريوس أحد أكثر اللاعبين جذبا للأنظار في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره ليفربول. ارتكب الحارس الألماني خطأين كبيرين تسببا في الهدفين الأول والثالث لريال مدريد، وبعد المباراة أصبح كاريوس وجبة دسمة للتعليقات الساخرة، كما تلقى تهديدات بالقتل يتم التحقيق فيها حاليا من قبل الشرطة. ثقافة الأطلال، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله في الخليج مضيفا، يتفاوت الناس كثيرا في نظرتهم إلى الماضي، وبقدر ما هناك من المصابين بالنوستالجيا والحنين إلى الماضي باعتباره العصر الذهبي الذي لا يعود، هناك أيضا من يراهنون على المستقبل ويرددون عبارات من إحدى قصائد الشاعر ناظم حكمة، منها أن أجمل الأطفال لم يولد بعد، وأبهى الأيام لم تأتي بعد، وأن الإنسان على موعد مع مستقبل يحقق الكثير من أحلامه. والمسألة هنا أبعد من ثنائية التفاؤل والتشاؤم، ولها صلة وثيقة بمناخات فكرية وسياسية تختلف بين عصر وآخر. والإفراط في الحنين إلى الماضي
غالبا ما يأتي نتيجة يأس من الحاضر، بحيث تكون المقارنات بين السيء والأسوأ وبين الرمادي والأسود. لكن الزمن لا يقبل مثل هذا التشطير كما تصوره فيلسوف يوناني حين قال: إن الأزمنة كالمعادن، منها الذهبي والفضي والنحاسي والحديدي، والحقيقة أن كل عصر تشتبك وتتقاطع فيه هذه المستويات. ومن قالوا إن الدهر يوم لك ويوم عليك، احتفظوا بتوازنهم ونجوا مما وقع فيه آخرون. كانوا يتصورون أن طلعهم السيء هو الذي جعلهم يولدون في زمن معين، بحيث قال بعضهم: يوم لك ودهر عليك. ولا يشبه النوستالجيا أو الحنين المبالغ فيه إلى الماضي إلا التعويل الكامل على المستقبل، بحيث يبدو كما لو أنه سلسلة من الاعتذارات عن كل ما حدث بالأمس، والمستقبل لم يعد رهينا لقراء الطوالع في الفناجين أو المنجمين الذين كذبوا حتى لو صدقوا. إنه الآن بمعناه العلمي حصاد ممكنات هاجعة في الحاضر، لهذا فهو ليس ورقة يانصيب كما تصوره ثقافة تتوكل ولا تعقل وتنتظر من السماء أن تجود لها بما تشتهي. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية نطالع ما كتبته الصحفية ميلاني دولتر في صحيفة لوبون الفرنسية حول زيارة برلمانيين فرنسيين إلى مأرب، ويعنون: الرحلة السرية لستة برلمانيين فرنسيين إلى اليمن. وقالت الصحيفة: لم يدخل أي وفد رسمي فرنسي منذ عام 2014 إلى هذا البلد الواقع في حالة حرب، وأخيرا تم تنظيم زيارة من قبل الرياض بموافقة من وزارة الخارجية. وأضاف التقرير الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس: في قصر لوكسمبورغ طلب من إدارة العلاقات الدولية الاحتفاظ بالسرية وعدم نشر أي شيء على موقع مجلس الشيوخ على الانترنت. وقالت الصحيفة إنه تم الكتابة وقالت الصحفية وقالت الصحفية إنه تم الكتابة على جدول الأعمال أن الزيارة فقط إلى المملكة العربية السعودية. لكن فيما بعد كتبت السيناتور ناتالي غولييت المسؤولة عن الرحلة: لقد مررنا بطبيعة الحال عبر الأراضي السعودية، ولكننا استقلينا طائرة عسكرية فقط من التحالف وزرنا مأرب وهي كانت الهدف من الرحلة، لم يكن لدينا موعد مع السلطات السعودية. وتضيف الصحفية: نحن لسنا هنا لنقوم بإعلان دعاية للسعودية أو نكون الأدوات الغبية التي تستفيد منها المملكة العربية السعودية. يرى رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية اليمنية في البرلمان فابيان جودفاردي: لم أكن أعتقد أن هذه الفرصة قد تأتي لسنوات عديدة، حيث أن الوضع على الأرض متوتر وقد أطلقت نيران الصواريخ على منطقة مأرب السكنية قبل بضعة أيام من وصولنا. أحد النواب الفرنسيين الذين زاروا مأرب وثق لحظات الزيارة وجولة الوفد في الأسواق الشعبية، وقد التقط مجموعة من الصور. فما الذي أثار فضول النائب وأحب توثيقه؟ نتابع الصور التي التقطها النائب الفرنسي لمأرب. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.